طبعا الرئيس تطرق للحديث عن الوضع الاقتصادي وقال انه هيتم اطلاق حوار وطني اعمق فيما يخص الاقتصاد مع تواصل طبعا الحوار الوطني الشامل، وده للعمل على مواجهه التحديات اللي بتواجه الدوله في هذا التوقيت يا جمان. قال كمان انه اذا لم تعمل الدوله المصريه بكل ما فيها على زياده مواردها من الدولار لتصبح اكثر او تعادل الانفاق من العمله الصعبه ستستمر هذه المشكله. شوفوا احنا عندنا أزمة واحدة في الاقتصاد، واحنا يمكن انا استغل الفرصة ديت ان احنا موجودين هنا مع بعض دلوقتي واقول ان احنا في الحوار الوطني اللي اطلقناه من سنتين كان فرصة كويسة قوي ان احنا نتكلم في موضوعات كتيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية يمكن، لكن احنا بنأكد مرة تانية ان احنا هنطلق حوار تاني. الحوار الوطني احنا قلنا لن يتوقف، وقلنا يمكن مجلس الأمم بتاعه يبقى مسؤول على ان ده يستمر عشان الحيويه اللي هو حققها خلال الفتره اللي تم فيها اجراء هذا الحوار. دلوقتي احنا بنتكلم على ان احنا محتاجين نعمل حوار اعمق واشمل من اللي كنا بنعمله فيما يخص الاقتصاد. طب انا بقول كده ليه؟ هل المتصورين، يعني انا بسمع كتير من المحللين الاقتصاديين بيتكلموا في القنوات وبيكتبوا في الجرايد، بس انا عايز اقول لكم كلكم حاجه، في فرق كبير قوي بانك انت تقول راي وانك انت تنفذ الراي. فرق كبير قوي انك تقول راي وانك تنفذ الراي ده مع راي عام، مع ناس، مع دوله في ظروف كتير قوي بتتحط في الاعتبار. لسه كنت برضو بقول بتكلم في النقطه ديت وبقول لهم اتقال لنا، وده من يعني من اقتصاديين كتير، ان احنا محتاجين نعمل انكماش شديد جدا في الاقتصاد بتاعنا. انا ما بقولش سر ولا حاجه، وان احنا نوقف كل المشروعات اللي بتتعمل. ووجهه نظر من منظور اقتصادي وجهه نظر جيده، ما فيش فيها، ما حدش يقدر يتكلم فيها حاجه، لكن انا هحط قدامنا مش وجهه نظر، هقول ايه؟ هقول طب انا الكلام اللي بقوله دايما، انا بشغل 5-6 مليون، قولوا لي انتوا يا مصريين يلي احنا كلنا في مركب واحد، اخلي ده يقفل ويروح، حتى لو انا هديله ايه؟ هديله 500 جنيه؟ هديله 1000 جنيه في الشهر؟ يعني هدفع 5-6 مليار في الشهر في السنه ب 60 مليار، في حين ان هو بيعمل ده، الراجل اللي بتكلم عليه ده اللي شغالين في الدوله كلها بالكامل بيعمل له مبلغ اكتر من كده بكتير وعايش. هتقولي بس الدنيا غالية، هقولك غالية بس كلنا نقدر نعيش، بس كلنا نقدر نعيش لو نستحمل هنعيش وهنكبر وهنتجاوز المشكلة دي. الدولار اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا في رؤية طرحتها الحكومة من كام يوم ويمكن وسائل الإعلام اتكلمت فيها. شوفوا دايما كان الدولار بيمثل مشكلة كل كام سنة لينا في مصر. طب ليه؟ لأن أنا الدولة المصرية مش بس الإنفاق اللي احنا عملناه خلال السنين اللي فاتت سواء في 2011 أو حتى بعد كده أو في الحرب ضد الإرهاب، لأ، إنما أنا بقدم خدمات وببيعها للناس بالجنيه وأنا بضطر إن أنا أجيبها بالدولار. هديكم مثال، والارقام دي ارقام ممكن تتحفظ عشان نبقى متصورين حجم الجهد والدعم المطلوب مننا، مش دعم للناس، لا دعم للفكرة او للمسار اللي احنا ماشيين عليه. انا بقول ان احنا مش هننسى الرقم ده لو قلناه، انا ببقى محتاج اجيب سلع اساسيه في الشهر ب1000 مليون، بمليار دولار في الشهر. يعني عايز اجيب قمح، ذره، زيت، فول صويا بمليار دولار. طب انا ببيعه للناس بايه؟ ببيعه للناس بجنيه. طب عايز وقود قد ايه؟ ممكن اقول برضو رقم، وده بالمناسبه ما بيخشش فيه، ويصلح لي وزير البترول الكلام، ما بيخشش فيه الرقم اللي مصر بتنتجه. بنتكلم في مليار دولار تاني. بنتكلم في مليار، انا بقول رقم ممكن يتهفن، يزيد شويه يقل شويه، لكن ده شهريا. طيب ايه كمان؟ النهارده محطات الكهرباء بتاخد غاز
يساوي تقريبا، وبرضه يصلح لي الدكتور شاكر وزير البترول، تقريبا بمليار دولار كمان شهريا. يبقى 3 مليار دولار ما اقدرش ابدا انا ما اوفرهمش، ما اقدرش، لانها حاجات اساسيه. خليني ارجع مره معاكم تاني، وارجو ان احنا بس يعني انا مش داخل في نقاش، لكن انا بحاول اشرح لكم حجم التحدي اللي احنا عايشينه من حتى من قبل 2011، حتى من قبل 2011. واقول لكم ان الارقام ديت اذا ما كانتش الدوله المصريه بكل اللي فيها يعملوا على ان احنا مواردنا من الدولار تبقى اكتر او تساوي، اكتر او تساوي انفاقنا من الدولار، يعني اللي بيجي لنا سواء بقى بنبيع منتجات، بنصدر، قناة السويس، تحويلات المصريين، السياحة، ما كانتش مصادرنا، مواردنا اللي بتيجي بالدولار تساوي او اكتر من انفاقنا، هيبقى دايما عندنا المشكلة دي. الموضوع هو ده ببساطة الحكاية.